سنة إن شاء الله كم تكون بخنس الملك وحدة بوحدة بلا ما نساها حتى وحدة. اليوم البنات عندنا ريفيو على طاجين كيما نتوما سميتوه، يعني طاجين الفونت اللي راه داير حالة في اليوتيوب، يعني بعض القنوات اشترتهم وانتوما سقسيتوني عليه قلتوا لي رايك فيه. فوالا دونك اليوم حنهضر لكم عليه. بون هذا تاع ايطاليا، هذا يا ماشي تاع لاشين، ماد ان ايطالي حيليك. بون الحاجه الاولى انتما قلتوا لي طاجين الفونت اسكو مليح ولا لا؟ اول سؤال لازم نطرحوه على نفسنا، اسكو صح هذا فونت؟ كيفاش نعرفوا؟ طريقه سهله، يعني سواء هاديه هاد الطاجين ولا اي طاجين تروحي تشريه ولا اي انيه طنجره مقله كسرونه، المهم ما يهمش، وحبيتي تعرفي بلي فونت ولا لا، عندك طريقه سهله وسهله جدا، هي انه يكون معك مغناطيس. يكون معك مغناطيس اذا لصق معناها فونت، اذا ما لصقش معناها ماشي فونت. علاش؟ باسكو الفونت هي حديد زائد كربون، نسبه قليله من الكربون ونسبه كبيره من الحديد، وحنا على بالنا بلي الحديد عنده جاذبيه مغناطيسيه عاليه توصل الى 200، دونك راح يلصق فيه المغناطيس. دونك نشوفوا حنا هذا اسكو فونت ولا لا. بون نوريكم هايلي، نحي هذا باش تشوفو مليح. نشوفو شوفو ما يلصقش، نعاود ما يلصقش، ها ما يلصقش. دونك هذا ماشي فونت. بصح نتوما كي تروحو تشرو باغ اكزومبل طنجرة ولا اون سي جامي، تكون القاعدة حديد، دونك كي ديرو هكذا راح يلصق باسكو القاعدة حديد، وتهفكم شغل تتخدعوا كما يقولوا، وتحسب لكم فونت هي ماشي فونت. دونك نتوما بعدوا على القاعدة وتأكدوا، ديروا في الأطراف وين ما كاش القاعدة هذيك، هايلك شوفوا أنايا هايلك ندير في الطرف هكذايا ونشوف ما يلصقش، يعني هذا ميم القاعدة ديالو ماشي حديد، القاعدة نتاعو ماشي حديد. أوكي دونك وشنو هدايا؟ هذا ماشي فونت ولا لا فغي فونت، هذا الومنيوم داكوغ، هذا كامل الومنيوم، ميم القاعده الومنيوم. نزيدو نتاكدو من هذا الشيء، راهو مكتوب هنايا، راهو مكتوب، شوف هاي مكتوبه هنا بور اون كويسون سان فابل اون غرا الومنيوم كولي. وشنو هذا الالومنيوم كولي اللي رانا نهضرو عليه؟ ولا تلقاوه في ماركات اخرى واسمو فونت الالومنيوم، ولا تلقاوه تاني الومنيوم انوديزي، الالومنيوم المؤنود، داروا له انواده. وشنو هي هاد الانواده؟ دونك هادو يا البنات هو الومنيوم عادي، ما عنده حتى علاقه مع الفونت، برك سماوه فونت الالومنيوم باسكو طريقه التصنيع كيما الفونت. الفونت شغل حديد يدوبوه ويحطوه في قوالب ويشكلوا الانيه، سواء طاجين ولا مقلات ولا كسرونه ولا طنجره بو نامبورت، المهم يكون دايب، هذيك الفونت تكون دايبه ويديروها في القوالب. وهذا يا الفونت الالومنيوم ولا الومنيوم كولي سي نفس الشيء، نفس الطريقه، يكون الومنيوم ذائب يعني ماشي صفيحه ويشكلوها كسرونه كما الالومنيوم تاع بكري، لا لا، دوكا راهم يديروا الالومنيوم هدايا يذوبوه ويديروه في قوالب ويشكلوا كلش. وهاي لك القالب هذا تاع طاجين هاوليك، وداروا به هذا الطاجين. دونك هذا ما راهوش فونت، هذا الومنيوم كولي ولا فونت الالومنيوم ولا سموه كيما تحبوا. دونك هذا الغطاء الاسود هذا منين جا؟ هذه هي الانواده اللي قلت لكم عليها، يعني بعد ما يشكلوا الطاجين تاعنا في المول وكامل يدخلوه داخل واحد المحلول حمضي. علاش؟ باش تصرى السطح يصرالو اكسده ويعطينا الالومنيوم المؤكسد، وهذا يعني الدور ديالو انه يعمل طبقه عازله بين الاكل والالومنيوم داكور، تولي هذه الطبقه السوداء اللي راهي من الفوق تولي عازله كما زعما المقلات تاع التيفال مثلا. اوكي هذه هي، و ويشكلوا به كامل انواع الاواني، تلقاو مام كاين في هذه كرون شيف هكذا، كاين تلقاو كسرونه تلقاو مقلات تلقاو في ماشي غير في الطاجين عاديه. المهم دونك نشوفوا حنايا واش راهو مكتوب هنا، راهم كاتبين لك بي اف او ا فري، يعني ما فيش البي اف او ا هذاك اللي يخدموه في المقلات تاع تيفال، وقال لك زعما هنايا باللي ايكولوجيك يعني صديق للبيئه،
ماد ان ايطالي. هنا مكتوب ماركه غران شير بصح كي تقلبوا هنا ماشي هنايا ما بيش ولا راكم تشوفوا. المهم مكتوب شغل غوش غاس لا 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 ما بيش كيش تقرا هذه اسكو روك غاس ولا غوش غاس. المهم ار او سي اش جي يو دوبل اس ماد ان ايطالي مكتوب هنا 20 ومكتوب هنا فرشيطه والكاس تسمى تاع الغداء. يعني ماشي الماركه اللي محفره هنا ماشي هي اللي هنايا ما بيش علاش. المهم حاجه واحده اخرى ثاني المعلومات كامل راهم موجودين هنا كي تقلبوا هذه الورقه تلقاو كامل المعلومات وطريقه الاستعمال لانه مهم باش يشد لك هذا باسكو هو قال لك غارونتي 2 يعني عامين ويبدا يفسد كيما البقلات تاع التيفال ولا الجرانيت ولا يعني هذا النوع من يعني الاواني اللي فيهم طيلة اللي فيهم غوفاتمون هكذا يعني ما يشدوش بزاف مع الاستعمالات راح يخسروا لنا ويصاروا لهم خدوش يولوا ماشي صالحين للاستعمال. لذلك عندهم باش نطولوا عمره كما يقولوا هما عطاوك هنايا الخطوات وكامل التعليمات اللي ديريهم. اهمها انك اول استعمال تغسليه ببونش ما يكونش حرشه ماشي حبل السلك وصابون عادي وتغسليه وتشليه تنشفيه مليح تدهنيه بالزيت وتخليه. هما هكا مكاتبين مي انا على بالي بلي هذا النوع من الالومنيوم انوديزي ولا فونت الالومنيوم من الاحسن كي ديري الزيت هذاك تخليه فوق النار 30 ثانيه يسخن شويه ومن بعد تخليه يبرد كومبليتوم ومن بعد تستعمليه. هذه حاجه فوالا يقول لك هنا ما تخلي ما ديري حراره متوسطه ما ديريش حراره عاليه باسكو يفسد الاكل ويتلف الوعاء. من اجل الحفاظ على الوعاء لمده طويله من المستحسن استعمال ادوات خاصه للتحريك وعدم التقطيع مباشره فوق الوعاء. يعني ما نستعملوش حاموس ولا حاجه تكون كما يقولوا حاده فوقه باسكو راح تفسد لنا هذا الطبقه الخارجيه اللي راهي تحمينا الاكل ديالنا من التفاعل مع الالومنيوم. اوكي تسمى كما حنا نقولوا حكايته حكايه التيفال حكايته حكايه الجرانيت حكايته حكايه المقالي تاع السيراميك نفس الشيء. بعد كل استعمال يجب غسل الوعاء بالماء الدافئ والاسفنج وعدم استعمال اي ماده خشنه. من اجل السلامه المرجو استعمال القفاز يعني بالك اليدين يسخنوا. بلد المنشا ايطاليا فابريكي اون ايطالي هاي مكتوبه هنايا. هاد هما وتقدروا تزيدوا تقراو نتوما اكثر التعليمات فوالا. هذه حاجه دوكا انتيا دوكا تقولي لي هاد الالومنيوم واش الفرق بينه وبين الالومنيوم الاخر العادي هذاك تاع بكري اسكو هذا خير منه؟ هي من جهه ايه هو خير منه ولكن شوفوا يعني بارابور للثمن السعر ديالو راهو السعر ديالو غالي. هذا الصغير يدير 320 والكبير عليه يدير نورمالمون 420 يعني زايدو ب 100 يعني ب 1000 دينار. هذا 3200 دينار هذا الصغير والكبير 4200 دينار. اوكي دونك الثمن ديالو غالي بارابور الجوده ولا لا كاليتي تاع المعدن. هذا راهو الومنيوم برك. يعني انا تاخدي رايي اذا كنتي حابه تشريه وزعما كيما حنا نقولوا مقتدره ماديا وحبيتي تشريه اشريه بصح بشرط انه لما يصرالو تجريح ولا تخبيش كما حنا نقولوا يتكرط ولا هذه الطبقه تروح يولي غير صالح للاستعمال يعني راح ترميه لانه الالومنيوم حيتفاعل لك مع الاكل. شغل ولا عندك طاجي تاع الومنيوم دونك من الاحسن انك تشري طاجين الفونت اللي تباعو هنا تاع الجزائر يعني ماهمش غاليين بزاف ما على باليش السومه واقيلا 70000 هكذاك خطرا ساومت واحد لقيتو 70000 ما على باليش مانيش متاكده لو بري يعني شفت ا ببري. المهم هذا باغكونطخ هدايا لو كان يتخبش لك راح ترميه بصح هداك راح يشد لك ديزاني برك لازم تعرفي كيفاش تستعمليه يعني هداك لوخر تاع الفونت الحقيقي باش ما يتسددلكش. عنده يعني طريقه تانية. شوفوا هنا مثلا شوفوا في اليد هنايا باش فلاكم تشوفوا هنايا اكزاكتومون راه كاين واحد التخبيشه وعلاش بالك راه كان حاط ملحن كان حاط عليه طاجين وحده اخر ولا تما خبشو او هنا راه يتبان باللي طراحت الطبقه الاولى. تما نفس الشيء لو كان يصرى لك هنايا لو كان يصرى لك هنا تولي ما تقدريش تستعمله. دونك انايا اذا كنتي حابه تستعمله قلت لك مقتدره ماديا اشريه بصح على بالك باللي نهار يتخبش
راح ترميه. ولا ما كنتيش مقتدره مدين يعني وين جيت تشري حاجه يعني بالسيف يعني دورو فوق دورو كما حنا نقولوا ربيعه من الجامع، دونك انا ما نصحكش تشري، شري الفونت الحقيقي. رايي الفونت الحقيقي هو الصحي، هذا ما راهوش بون ميم هما قالوا لك يعني صحي زعما يعني، لكن عنده مده معينه ويخسر يعني مع الوقت راح يخسر وما كاينش حتقدري تزيدي تستعمليه، والثمن غالي. لو كان جا رخيص معليش قال نحط 70000 كيخسر نرميه، نحط انا 300 ولا 400000 وشي يعني ما وحده شتها قالت لقيتو 450 يعني تشريه ب 450000 باش ترميه كيتخبش لك يعني. حنا ما نظنش بلي هذه يعني حاجه مليحه. هذه هي انا نوريكم واحد المقلات انا كانت عندي بكري وما كنتش على بالي بلي فونت، هي كانت مقله شوفوا كان فيها اليد هنا، انا شريتها باش شريتها باش نضيف فيها لي كخاب، ومن بعد اليد كي تنحت واللي كخاب لازم تحركيها هكذايا دونك تسخن ما قدرتش، رجعتها طاجين وليت ندير فيها المسمن وكامل. دونك هي مع الطول هذاك الزيت باسكو الفونت الحقيقي الحديد وكامل لازم له الزيت باش تحميه من الصدى، دونك مع الزيت تاع الوسمو دار تاع المسمن وكامل دار طبقه حاميه من الزيت، شغل تحرقت طبقه تاع الزيت وحماته. باغ كونطخ من تحت ماشي كيف كيف، تلقاها راه ماديه وتلقاي واحد النقاطي تاع شغل الصدى شويه هكذايا، بصح من تحت ما يهمش، المهم منا تكون طبقه حاميه هكذا تحافظي على الفونت الحقيقي. يعني تحبوا نوري لكم كيفاش ديروا، وكاين يعني في فيديوهات في الانترنت كيفاش تستعملي مقله تاع فونت لاول مره ولا اي انيه تاع فونت، كاين فيديوهات تكتبوا برك في اليوتيوب تلقاوهم يعني اون فرونسيه. وشوفوا هذه كيفاش نعرف بلي فونت، صراحه نهار شريتها هذه عندي بزاف ملي شريتها، قولوا عندي واحد 7 هكذاك وهي عندي 7 سنين ولا كتر بالك وهي عندي، وما كنتش على بالي بلي فونت. صح انا كي شريتها شتها ثقيله شريتها بصح والله ما كنت هذاك الوقت نعرف، مي اون بعدا كي عرفت بلي فونت وشنو هو الفونت بلي الفونت مخدوم بالحديد وكامل، شوفوا سييت باش نتاكد انها فونت سييت، شوفوا كيفاش يلصق، شوفوا شتو شوفوا بصي باش يتنحى ديجا، شوفوا كيفاش يلصق فيها. باغ كونط هذايا شوفوا مانيش حابه نكرطو برك انايا، شوفوا ما يلصقش، فهمتوا ميم الطبقه اللي من تحت ما تلصقش، فهمتوني. هذه هي معلومه صغيره قبل ما نحبس لا فيديو، تعرفوا بلي المعادن كل معدن عنده كما يقولوا قابليه مغناطيسيه سواء تكون كبيره ولا صغيره، مثلا الالومنيوم ما يلصقش فيه المغناطيس والحديد يلصق فيه المغناطيس، يعني هاد المعلومه تقدر كي تروحي تشري وتستعملي مغناطيس تعرفي ابوبخي واش راح تشري. ان شاء الله اني طولت بزاف الهضره سمحوا لي، نكون فدتكم، وإلا عندكم اسئله في لي كومونتير نجاوبكم كما العاده. تبقاو على خير.